دركا عندنا فيدونج، الفيدونج تاع الزيت نجيو نحلو البولون هدايا الفندو، كاين هذا البولون نحيوه باه يفرغ لنا الزيت، والفلتر تاع الزيت هذا هو نجيبو له كيف كيف مفتاح تاعو وندوروه حتى يتحلى ويسيح شويه الزيت منه، ونجيبو الفلتر الجديد فيريفيوه يعود لو ميم فيلتاج. هاو الفلتر الجديد هذا دوريجين من لا ميزون تاعها هي سير، هذا الفلتر الجديد. الفلتر الجديد قبل نركبوه نحطوا له شويه زيت لهنا في الجوان، نطلصوه كيما نقولوا ندهنوه بالزيت هذايا الجوان باش كي نركبوه يسيري ويبورتي مليح ما يفزج. دونك راح نفرغوا الزيت من هنا، كي يفرغ خلاص ويكتر نعاودو نركبو هذا، نحيو الفلتر تاع الزيت خليه يكتر شويه كيف كيف اللي لداخل، ونعاودو نركبو جديد كيما نعدت لكم. ومن بعد او من الفوق تحت الكرسي تاع الشوفير نحلو نلقاو البوشون تاع الزيت وين نصبو الزيت لهنايا، بعد فوق الموتور نحلوه ونصبو لها الزيت تاعها 3 لترات تاعها 3.5 تاع الزيه. انا راح نحل البولون تاع الفيدونج، ها هو انا جبت كليامونات نحلوه، فرغوا الزيت انا حطيت له بيدون ما يسيحش في الارض، نستناوه حتى يفرغ خلاص ونخليوه يقطر. الطون اللي قاعد يقطر الزيت راح نحل الفلتر تاع الزيت، جيبولو هذا تاعو سبيسيال حطوه، ونجيبو كلي كاري ولا فنتيان من هنا افورش نحطوه وندورو يتحل لنا فلتر تاع الزيت. عطيتلكم كاري انا عندي فوالا، او دار الفلتر تاع الزيت دركا نجم نكمل ندورو بيدي او ساح الزيت. دوك نجيب البيدون كما نحطه من هنا، ولا عندي وين نسيح نسيح، حط كرتون ولا كنعد نخدم البرة في تراب ولا حاجه نسيحه في تراب، بصح ما نسيحوش في القدرون يقدروا يزلقوا فيه الطوموبيلات. بعد ما سنيت الزيت قطر سوا اني ركبت البولون تاع الفيدونج. البولون تاع الفيدونج كي نركبوه الفو يمشي بيدينا برك بزاف صوابع نمشيوه حتى نوصلوه للاخر، بهكاكا ما يكونش داخل اشوفال باه نثبتو معاه مليح، ما يكونش داخل اشوفال نسيريوه. بعد ما سيريتو درك راح نجي نحي فلتر تاع الزيت كيما راكم تشوفوا الزيت قاعد يسيح. هاو الفلتر تاع الزيت، فرغت الزيت اللي فيه هاي بلاصتو، دوك نحطو جديد فلتر جديد بعد ما عملنا له شويه زيت في الجوا، حطوه كيف كيف حتى هو بيدينا برك سيريوه. ومن بعد نحطو له الوحده تاعو اللي نسيريو بها كما اللي حلينا بها دورها، ونسيريوه شويه بها برك. بعد ما كملت الفلتر تاع الزيت من تحت كملت كل شيء، قفلت البولون تاع الفيدونج، فلتر تاع الزيت راكب مسيري، ركبت لاترافيرس هادي هي عندها 4 ديز، قلت لكم زوز منا وزوز على دروات في الرونجرون يحكم. كملت الفيدونج تاعي درك نروحو من الفوق نهز الكرسي ونصب له الزيت. الكرسي كيما نعدت لكم على دروات عنده هدايا من تحت نهزوه نقدموه، طلعوه الفوق ونجبدوه لقدام يقدم الكرسي تاعنا. قدمناه دركا نحللو ليكروشي تاعو من تحت، ها نهبطو له الوضو من هنا او هبط الوضو راكم تشوفوا. بعد ما عقبناه هاو مين نصبو لها الزيت، بصوا هذا تاع الزيت نحلوه ونجيبو انطوار نحطو لهنا ونصبو الزيت. بعد ما صبينا الزيت نخليوه يركح شويه، نجبدو لاجارج تاعو باه نكيلوه، هاو مازال
او دركوين بدا في المينيموم لتحت، نزيدو نصبو لها شويه. هذا اللي ما يعرفش قد ايه تهزه، نصبين لها الزيت اي بالفلتر تهز 3.5، نقفلو بوشون تاع الزيت، نجرجوها بان تبتو برك. كما راكم تشوفوا الزيت او في بلاصتو في الماكسيموم او الفوق الماكسيموم والتحت المينيموم، هذاك تحت الحرش هذاك المينيموم وفوقه الماكسيموم. دونك الزيت تاعنا راهو في